السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أستاذ أمين عبد الحسيب الدري. هنتعرف النهاردة إن شاء الله على سر من أسرار برنامج مايكروسوفت إكسل، يلا بينا. زي ما حضراتكم شايفين كده، أنا عندي هنا عمود أهوت أو مجموعة من الخلايا بتشكل عمود. أنا عاوز أحول العمود ده بدل ما هو عمود أخليه صف. عاوزين نبدل الأعمدة نخليها صفوف. نعملها الحكاية دي إزاي؟ أول حاجة أنا بقف جوه أي خلية من خلايا العمود أيا كان عدد الإيه الخلايا، تمام؟ طيب بعد ما وقفت هنا هضغط من لوحه المفتيح على كنترول A. كنترول A راح محدد كل الايه الخلايا اللي مكتوبه داخل العمود. طيب بعد كده هنضغط من لوحه المفاتيح على كنترول C. عملنا النسخ، تمام؟ خدنا نسخه من الايه البيانات. طيب انت عاوز تبدا الصف منين؟ هنفترض مثلا ان انا عاوز ابداه من الخليه A1 هنا. احط المؤشر هنا الخليه A1 واطلع من الهوم او الصفحه الرئيسيه واجي على البيست او اللصق، اضغط كده على السهم اللي تحت واجي هنا على بيست سبيشال او لصق خاص، بيست سبيشال او لصق خاص، واضغط عليها على الكلمه نفسها هيظهر بالشكل ده كده. هاجي هنا اختار الامر اللي اسمه ترانسبوز او تبديل الموضع، ترانسبوز او تبديل الموضع، اضغط هنا واعمل موافق. بص كده حضرتك، تاريخ الميلاد، الملاحظات هو طبعا نبدا ان احنا ايه نظبط اسم عنوان تاريخ الميلاد ايا كان بقى عدد الايه الخلايا الموجوده داخل العمود تحولت بالكامل لايه صفر. اتمنى اذا حضراتكم الفيديو ما تاخدش انا بالاعجاب، اشترك معنا في القناه، فايز الرجال استكمال كل جديد، تابعونا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.